بما أنه حاليا نحن في صراع كبير مع العالم وجالسين نقاطع، استمروا في المقاطعة وجبنا لكم البدائل. والله دخلة قوية. إذا أنت إنسان ما تأكل إلا بمشروب غازي فلازم تركز في إعلاننا اليوم. وبما أن إحنا مقاطعين مقاطعين حتى النخاع، فهذيل هم اللي في بالكم، الأزرق اللي في بالكم والأخضر اللي في بالكم، عرفتوهم زين؟ ما بغي نطري الأسامي عشان ما نروح برا الشمس. فهذيل البدائل العربية الحين ما شاء الله، آلسي كولا وستريم ترى منتشرين في السوق، وما شاء الله الطعم رهيب. انزين طبعا الشركة هذه من 70 سنة، شركة سعودية. انزين بنكلمكم عن الفيفا بأربع نكهات اللي هي الرمان، البرتقال، التفاح، هذا المفضل عندي والله اني اشتريه وعندي في البيت قبل الاعلان، وايضا الليمون، هذا نفس الحمضيات. فهذيلا كلهم تقريبا قريب من البدائل. انزين فهمتوا؟ هل فهموها؟ فنشكر أضواء البلة لاحتضانهم لهذه المشروبات، فجربوا المشروبات اللي عندهم. ترى بس أذكركم أن الألسي ترى فيها التزييرو للناس اللي ما يريدوا سكريات وكذا والدايت، ترى موجود.